السلام عليكم اخوتي المغاربه اخواتي المغربيات، انا بشرى بالمهدي. كنشكركم بزاف على اللي كتشجعوني بزاف، لانه صدقي حياتي في الخطر. انا ما عرفتش علاش طلع عليا هاد الشيء هذا، علاش طار لي هاد الشيء هذا، علاش داروا لي هاد الشيء هذا، ما بغاوش يطلقوا مني. دابا فيما كنمشي مثلا شي سيبر كافي كنسمعهم كيقولوا القنصله صعيط السلطات المحليه، والسلطات المحليه عيطت لينا على هاد البنت هادي. مشيت المكتبة ديال بلاصة ديال الدولة في واحد البلاد، نفس الشيء هادو كاع قالوها ليا، قالوا ليا راه عيطوا عليك شي قنصلوس، ما نقدروش نقولوا لك اكثر من هاد الشيء هذا. كيعيطوا للسلطات ديالنا، والسلطات ديالنا كيعيطوا لينا عليك. قلت لهم وليني انا ما دايره والو، الا كون بغاني شي حد ولا انا دايره شي حاجه راه بشحال هادي يشدوني. انا دزت من اكثر من 6 دول هاد الساعه هادي، 6 دول مشيت ليهم، وهاد الاشهر الاخرانيه 6 ديال الدول، وحتى شي دوله ما كتقول لي شي حاجه، وكلشي الدول كيتبعوا لي الفيزا ديالي، وحتى شي واحد ما كيقول لي شي حاجه. وليني كنسمعهم فيما مشيت كيقولوا القنصله صعيط، راه عيط السلطات المحليه، والسلطات المحليه عيطت لنا على هاد البنت هادي. ولينا علاش هاد القنصلوس كيعيط؟ انا ما عرفتش شكون هاد القنصلوس، وما عرفتش علاش كيعيطوا للسلطات المحليه ديال البلاد اللي فين كنكون، والمدينه فين كنكون كيعيطوا لكل مدينه مشيت ليها كيعيطوا ليها. لان عاملي الجهاز الكتروني فين ما كنمشي في قلب الفم ديالي، عاملي الجهاز في الذات ديالي، اذا هما تابعيني. وفين ما كنمشي لشي بلاصه كيبقاو كيعيطوا ليهم، ما عرفتش علاش كيعيطوا ليهم، باش يضيقوا بيا، باش هذيك البلاصه ما نبقاش فيها. وفين بغاوني نلقى راسي؟ واش في الاخر خصني نلقى راسي عند هاد القنصلوس هذا؟ ما فهمتش انا هاد القنصلوس شنو بغى عندي. عيطوا ثاني لواحد لونيفرسيتي، وهاد لونيفرسيتي عندها لابوراتوار انفورماتيك، مشيت على ود عندهم المحل عمومي للعلي الجامعي، يدخلوا باش يستعملوا الناس انترنت، وتقلب على معلومات في الانترنت، تشوف بوات ايميل ديالك وحاجات هكا طبيعيه. نفس الشيء عيطات مرأة في تليفون قدامي كنسمع كل شيء، عيطات للسيكوريتي ديال اليونيفرسيتي، قالت لها راه عيطنا القنصلوس على هاد البنت هادي، راه عيطوا للسلطات ديالنا، وراه السلطات ديالنا عيطات لينا لهنايا. كيعيطوا يما القنصلوس ديريكتومون، يما داك كيعيطوا القنصلوس السلطات المحليه، ودوك السلطات المحليه كيعيطوا للمحل فين انا، وكيعلموهم عليا، يقولوا لهم راه هاد البنت هادي دايره عندنا معاها حاجه. وليني ما عرفتش انا شنو هي هاد الحاجه، وانا ما عندي حتى مع شي واحد شي حاجه، عندي يعني كلشي منظم في حياتي، ما دايره حتى شي حاجه لشي واحد، ما عندي حتى شي متابعه حتى فشي بلاصه من ناحيه ديال محكمه او لا بوليس او لا حتى شي حاجه. انا عندي غير الدكتوره ديالي في الكمبيوتر ساينس، وكنقلب على خدمه، وكنسافر كما اي حد، وما كنعرف حتى شي حاجه، وما كندير حتى شي حاجه خايبه، وما كنهضر حتى على شي واحد خايب. ما عرفتش علاش هذا الشيء هذا، جوغي طون اي مي سافوار، نعرف شكون هذا القنصلوس اللي كيعيط عليا. المحلات كلهم في كنمشي كيتم كيعيط يقول لهم هذا القنصلوس، وراه كنعيطوا على بشرى بالمهدي، السلطات المحليه والله يرحم باباكم عيطوا لذاك البلاصه وعلموهم عليها. ولين علموهم على اش ما عرفتش شنو كيقولوا لهم، وكيخلعوهم كيعيطوا للوطيلات فيما مشي لشي اوطيل، الاوطيل غد ليك كيكون داك النهار فين كيهزني كيكون بخير، ولا غد ليك كنلقاه مخلوع. وليني انا ما فهمتش علاش كنلقى الانسان مخلوع مفزوع، ما عرفتش اش كيقولوا لهم، ما عرفتش اش كيكذبوا عليهم بصراحه، ما عرفتش شنو كيكذبوا على هاد المحلات هادو، شنو كيقولوا لهم، وشكون هاد القنصلوس اللي كيعيط. كيقولوا القنصلوس، كنسمعهم كيقولوا القنصلوس عيط للسلطات المحليه اللي عيطت لينا على هاد البنت هادي بشرى بالمهدي. انا ما عرفتش شكون هاد القنصلوس اللي كيعيط، وعلاش كيعيط، وشنو بغى عندي. انا حاجه وحده اللي عارفه، الاب ديالي مات قتلوا لي في المغرب امام عينيا، وانا حضرت الموت ديال الاب ديالي. ومن بعد هاد الشيء هذا انا في فرنسا داروا لي جهاز الكتروني، وتابعيني فين ما مشيت، وتعداو عليا فين ما مشيت، وتكرفصوا عليا. بغيت نعرف دابا انا هاد القنصلوس اللي كيعيط على السلطات المحليه ديال كل بلاد فين كنمشي، وكيعيط للسلطات، كيعيطوا لهاد المحلات، والقنصلوس كيعيط لهاد المحلات فين ما حطيت رجليا، شنو بغاو عندي؟ شكون هاد القنصلوس؟ شنو بغاو عندي؟ هادشي اللي بغيت نعرف، شنو بغاو عندي؟ هادشي كيخلع، هادي الموت قدام عينيا،